شفتي شلون؟ ما انتبهت على شي بنوب. لك انتي ناوية انك تجننيني شي؟ تركي من ايدك. ييه خلصنا بقى. يعني شو حاسة على خزانتها مثلا؟ اوه يا هيك اللي تخوت يا بلا، مو مثل تخوتتنا مثل الحجر، انكسر ظهرنا منا. قومي من هون لشوف يولا. ييه عن جد ما عاد تنحملي. اختي مالك حابة تسمعي من اختك كيف كانت سهرتها امبارح ولا شو؟ لا مو فاضي. وكأني كنت عم بحلم. لو بتشوفي الناس كيف عيشتهم. وداني ما شال عيونه عني، شكله حاببني وعلقان فيني. داني حكيم اغلو حاببني وعشقاني. اهلين، شو الاخبار؟ ماشي الحال وانا كمان مشتاق لك. ايه طبعا نطلع، عيب هالحكي، انت بس خبرني. طيب ماشي، انت بس حدد الزمان والمكان ولا يهمك، اكيد رح اكون على الموعد. مين؟ يولا؟ لا لا مالي خلق اشوفها دايما. لك هي صدقت حالها. ليك انا برجع بحاكيك، ماشي انا بدق لك بعدين. ابني شو عم يصير؟ ما بصير تحكي هيك على بنات العالم. الله يرضى عليك حبيبي. لك امي هن بيضلوا راكدين وراي، يحلوا عني شوي، شو بدهم مني؟ خلصنا بقى امي، حاش تخربي لي شعراتي. ايه بس اصحك تأذيهم. اذا اذيتهم الله رح يأذيك كمان. مين يولا؟ وحدة نكرة. داني عرفني امبارح على كل رفقاته. لو انا ما بهمه عن جد، او كنت مثل اي بنت عادية وبس، ليش لحتى يعمل هيك؟ بكرة رح تشوفي شلون رح يمشي الحال. انا رح اكون البنت اللي بتغيره وبتملك قلبه. ما شفتي البنات كيف كانوا غيرانين؟ بس اختك ما خلتهم يقوا عليها، صرفت وكأني بنت من الطبقة الراقية. ايه طبعا، لانك كنتي لابسة فستانة لتولي بخاله ممشان هيك. يلا من اليوم ورايح ما بغطي عليكي قدامه لبابا، عم تفهمي؟ سمعتيني؟ ما رح تتحملي كل شي وتكوني المسؤولة عن كذبك، وممنوع تاني مرة تاخدي شي من هاي الغرفة. بأمرك يا خانم. جوري؟ يولا؟ انت شو عم تساوي بالغرفة؟ ما فهمت، ليش عم تسألي؟ آخذة إجازة وإجيت لساعد أختي. ليش فيها شي كمان؟ إذا عن جد بدك تساعدي روحي ساعدي بالمطبخ. الخانم قالت إنه نسيت التاب هون، رح أطلب لك تاكسي لتودي لي. معقول رح روح على المشغل؟ وهلا؟ طيب بس اصحك تضيعي او توقعي. اي طيب. كثير بحب هالقصص. فهمت. معك حق، وانا بحب هالشيء. تعال اقول لك شغله كمان، شو رايك نروح على بيتي؟ ايه بروح، بس مو هلا، اليوم ما فيني. تضرب شو غليظ، رح ننبسط كثير. لو فيني رحت.